نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. أبتدع الإبلاء باسم الذات العليا مستدرا فإذا البركات على وأثني بحمد معارضه سائغة غنية منطفئا من الشكر الجميل مرضايا وأستنجد الله تعالى رضا أن يحص العذرة الطاهرة النبوية ويعود الصحابة والأتباع وأستنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه الشريف عقدا تحل المسامه بعلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية.